لا يا عم هيو بس شفت برضه ما أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني أحبتي في الله، يعني أول شيء اللي عنده سؤال، also who speak in English, if anyone have a question, we might answer it بإذن الله. We ask if anyone have a question. عندك سؤال عم أبو الطاهر؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الصلاة والسلام. طيب، يعني هناك بعض الأسئلة التي جاءتني، من ضمن الأسئلة التي جاءتني على الإنترنت حول التعامل، ويسأل السائل هل مقولة الدين المعاملة هي حديث؟ ونقول أنها ليست بحديث، ولكن معناها صحيح، معناها صحيح، معنى إنه الدين المعاملة المعنى صحيح، أما أنها حديث فليست بحديث. والشيخوان يضعونا نفهم ما معنى أن الدين المعاملة، الدين المعاملة. نعلم من بعض الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حض على حسن الأخلاق، حض على حسن الأخلاق. نذكر أنه صلى الله عليه وسلم قال أن أقاربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، يعني أقرب الناس للرسول عليه الصلاة والسلام هو صاحب الخلق، ما قال صاحب الدين ولا قال صاحب المال ولا قال صاحب السلطة ولا غيرها، شو قال؟ صاحب الخلق. فالأخلاق في الميزان هي عظيمة جدا جدا جدا، وهذه الأخلاق يجب أن تنبع من القرآن. لما سئلت ستنا عائشة عن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام شو قالت؟ قالت كان خلقه القرآن. والله سبحانه وتعالى يعني أثنى على خلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال وإنك لعلى خلق عظيم. فالأخلاق شيء عظيم جدا في الدين. ونتذكر إخواني أنه هناك وللأسف بعض الناس عندها أخلاق ولكن بنفس الوقت ليس عندها دين، وأيضا هناك ناس عندها دين ولكن للأسف ليس عندها أخلاق. يعني هذا متواجد، سواء هذا أو هذا متواجد. والأصح أنه الإنسان يكون أخلاقه تنبع من الدين، لأنه الدين يدل على الأخلاق، الدين يدل على الأخلاق، هذا الأصل. وبعض الأحاديث تذكر أن المعاملة يعني سواء في البيع والشراء من أخلاق الإسلام. يعني يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرئا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، وأيضا سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا عامل الناس. فهذه كلها من الأخلاق. يعني إحنا نشاهد مثلا على سبيل المثال بعض الناس لما تنزل إلى الأسواق بدأ تشتري سلعة، شو بيبدأ؟ بيبدأ يجادل
هذا الشخص على إيش؟ على إنه ينزل السعر، ينزل السعر. يعني ترى هذا الشخص على سبيل المثال إذا ذهب إلى مطعم هو زوجته وأولاده، بترك بقشيش على الطاولة لربما مئات الشواكل، ولكن عندما يأتي إلى امرأة عجوز أرملة تجري على أيتام تجلس في الشارع تضع بضاعة بسيطة، شو بيبدأ؟ بيبدأ يجادلها إنه نزل السعر، وهي تتكلم عن شواكل أو بضع الدراهم شيء بسيط، شو بيبدأ يجادلها. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكرنا وحضنا على إيش؟ على حسن المعاملة، سمحا إذا اشترى، يعني حتى وأنت تشتري يجب أن تكون سمح. من منا في يوم من الأيام عندما ذهب ليشتري سلعة، شو قال للبائع؟ هذه السلعة رخيصة يجب أن أدفع أكثر. مين منا عملها؟ ما حدا عملها، ولكن الدين يدلنا عليها. دائما إحنا شو بنسوي؟ ننظر إنه إحنا ننقص ممن أمامنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام شو علمنا؟ علمنا إنه نكون على الجهتين، سواء كنت تبيع أو تشتري، شو بدك تسوي؟ بدك تكون سم. وأيضا لا، ما قلنا المسامحة إنك أنت تسامح، المفاصلة مش خطأ، ولكن شو بدك تسوي؟ بده يكون في عندك، لما نقول سمحا أو رحم الله امرئا، يجب أن تكون عندك رحمة. يعني على سبيل المثال أعطيك مثال، شخص مدين، شخص ماله مدين مغروم، ويخجل أن يطلب من الناس، يخجل أن يطلب من الناس، شو قام؟ قام حمل هالتلفاز اللي في بيته، ولا الغسالة اللي في بيته، ولا التلاجة اللي في بيته، ولا شيء من داخل بيته، ونزل فيها وضعها حتى أنه يبيعها. وشو نادى عليها؟ نادى عليها بأقل من سعرها بكثير، يعني هي بتسوى 1000، شو بدا ينادي عليها؟ ب200، ب100. هلا انت نظرت، شو قلت؟ قلت لابد انه في وراء هذا الامر ايش؟ امر، وانت تعلم انه هذا الشخص على خلق، وتعلم انه هذا الشخص يعني متعفف. فهل انا استغل الفرصه واقوم بشراء هذه السلعه بهذا السعر البخس؟ ولا شو بده يكون؟ في قلبي رحمة، أنظر وبشوف هذا الشخص إنه هو محتاج ويتعفف، وعرض سلعته بأقل ما تسوى في السوق، شو بدي أقول له؟ بدي أطول من جيبتي، ما فعلا أقيم هذه السلعة قديش قيمتها الفعلية، شو أسوي؟ أضع في يده، مش بستغل. هذا معنى إيش؟ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. نعم، عشان هيك احنا شو بدنا نسوي؟ احنا ما بدنا نستغل حاجة المسلم، هذا معنى الدين، انك انت لا تستغل حاجة المسلم. شو بدك تكون؟ بده يكون في قلبك الرحمة، انك انت ما تستغل حاجته وتقوم باخذ ما عنده بقليل المال. هذا معنى الحديث اخواني. لما نقول معنى مقولة الدين المعاملة، انك انت دائما لما تتعامل مع شخص اخر، يعني انا اتعامل مع عمي ابو الطاهر، دائما في خلدي، في وجداني، في عقلي، في تدبري، انه من خلف عمي ابو الطاهر شو يوجد؟ يوجد الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى. شو ماله؟ معي ومعه، ما في 2 ولا في 3 ولا في 4 ولا في 5 ولا في اكثر ولا في اقل، الا الله سبحانه وتعالى معهم، عليكم السلام، الا الله سبحانه وتعالى معهم. عشان هيك انا لما اتعامل مع انسان، شو لازم يكون موجود في خلدي؟ انه الله سبحانه وتعالى معنا يسمع ويرى ويحضر هذا التعامل. فكيف يجب ان اتعامل معه؟ اتعامل معه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني بسأل نفسي في هذا المعاملة، ماذا يرضي الله سبحانه وتعالى في هذه المعاملة؟ فاتعامل بما يرضي الله عز وجل، بغض النظر من هذا الشخص، شو علاقتي معه، شو علاقته معي؟ هل هو على سبيل المثال بائع؟ هل هو على سبيل المثال تاجر؟ هل هو على سبيل المثال زوجتي؟ هل هو على سبيل المثال ابني؟ هل هو على سبيل المثال ابي؟ هل هو امي؟ بغض النظر عن الصلة اللي موجودة بيني وبينه، شو في معنى؟ معنى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يريد ان اتعامل مع هذا الشخص بطريقة معينة. مثلا على سبيل المثال، لو تكلمنا عن الزوجات،
أنا أريد أن أتعامل مع زوجتي، فأسأل كيف يحب الله عز وجل أن أتعامل مع زوجتي؟ هل بالضرب؟ هل بالشتم؟ هل بالإهانة؟ لأنه في بعض الناس شو بقول لك؟ بقول لك أنا ما بدي إياها شو تسوي؟ تأخذ علي، بديش إياها تأخذ علي، بدي أتمني وبدي أتمها كلمة شمالها هي المسموعة. عشان هيك طول ما أنا بعملها بالغلظة شو بتتمها؟ بتتمها ماشي معه دغري، وإذا أنا خففت شو بتسوي؟ بتصير تروح الشمال يمين. هيك في ناس بتفكر. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام شو قال لنا؟ قال لنا خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وشو وصانا في حجة الوداع؟ قال أوصيكم بالنساء خيرا. فهذه وصية الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام ما أهانهن إلا لئيم، وما أكرمهن إلا كريم. فهذه الوصية والطريقة التي حضنا عليها الدين والشرع في المعاملة مع هذه الزوجات. ونفس الشيء إخوان، لما أنا بدي أتعامل مع ابني، أنا كيف بدي أتعامل مع ابني؟ أيضا يجب أن أنظر كيف يحب الله عز وجل أن أتعامل معه. يعني على سبيل المثال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شو قال؟ قال علموا أولادكم الصلاة لسبع. يعني حضنا على تعليمهم الصلاة من صغرهم. واصبر على أهلك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يجب أن تعلمهم وأن تصطبر وتصبر عليهم لحظة بلحظة لحظة بلحظة، وأنت تعلمهم وتعظهم. كيف يريد سبحانه وتعالى أن أتعامل مع أمي وأبي؟ وهكذا إخواني يجب أن أنظر دائما إنه هناك أوامر ونواهي من الشرع تعلمني كيف أتعامل مع هذا الشخص الذي أمامي. كيف يريد سبحانه وتعالى أن أتعامل مع جاري؟ إن هناك كثير من الأحاديث التي تحض على معاملة الجار بالمعاملة بالطريقة الحسنى. حتى إنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شو قال في أحد أحاديث الكثير؟ لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهذه وصية، فعلي أن أنظر كيف أتعامل مع غيري. الآن إخواني في زمننا لو نظرنا شو منلاقي حالنا عجب. يعني دعونا نقوم بعمل، يعني تجربة اجتماعية بسيطة. اتركوا من هم خارج المسجد وفين، تعالوا بس على أهل المسجد، خذوا لكم صفين ثلاثة من المسجد، ولن أقول الصفوف المتأخرة، خذوا الصفوف الأولى، الصف الأول والثاني والثالث، وبعدين تعالوا افحصوا كيف عملهم بتعاملوا مع زوجاتهم، مع أبنائهم، مع آبائهم، مع جيرانهم. شو راح تلاقوا؟ راح تلاقوا أنه في خلل كبير عند الغالبية العظمى، عند الغالبية العظمى منا إحنا المساجد شمالنا في إنه خلل. يعني حتى أصبح يجري مجرى المثل، أنه بقول لك مثلا على واحد، على بقولوا عن الجار مثلا كوم حجار ولا هالجار، مش هيك صار في المثل؟ مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أنه الجار فيه له فضل، حتى قلنا أنه جارك القريب ولا أخوك البعيد. هيك إحنا بنقول في المثل، هيك كان المثل، ولكن تغير اليوم إخواني. وللأسف أقول أنه الواحد بمرق عن جاره بدير وجهه على الشقة الثانية، بيعمل حاله أحماله مش شايفه، وبدخل على بيته وللأسف. مع أنه ما تروحوش إلى غابر الأزمنة، ما تروحوش لزمان بعيد، ارجعوا لكم 30-40 سنة لورا بس، مش أكثر، 30-40-50 سنة، وانظروا كيف كان حالنا مع جيراننا. يعني أنا أتذكر وإحنا صغار لما كان الواحد يروح من المدرسة، إذا كان في طارق ولا باب داره مسكرة شو يسوي؟ على أي جار من الجيران، أي واحد، يدق الباب ويدخل ويقعد ويتغدى ويحط شنطته ويدرس في دار مين؟ في دار جاره. يعني كان كل الجيران مالهم كأنهم عيلة واحدة، عيلة صغيرة. اليوم شو مالنا؟ كأنها حدود سايكس وبيكو بين إيش؟ بين البيوت اليوم. يعني بتلاقيهم حرب وضرب على إيش؟ على مش بدي أقول شبر أرض، على 20 سنتي، على فين محطوطة هاي الحديدة وفين محطوطة هاي الخشبة، وليش أنت فتحت هذا الشباك وليش أنت سكرت هذا الشباك. يعني كل صغيرة وكبيرة شو بيسووا عليها؟ بيسووا عليها قصة كبيرة.
فإحنا إخواني طبعا وأقول للأسف أنه بعض الناس شمالها مقتنعة اقتناع تام أنه اللي بتعمله صح، وبتقول له قال الله وقال الرسول، بقول لك لا، بقول لك لا، هذا مش هيك معناه، أنا اللي بسويه صح، وإذا ما سويتش هيك بصير هيك وكذا. فنقول إخواني يعني معظم الناس وللأسف صارت تقتنع أنه سوء المعاملة وسوء الأخلاق ضرورة من الضروريات تبعت الحياة، وهذا شو سوت حياتنا؟ سوت حياتنا فيها كرب وهم وغم كبير. وأيضا إخواني يعني في أمر الحوادث، في المعاملة في أمر الحوادث، على سبيل المثال واحد بالخطأ يعني آذى جاره أو آذى صاحبه أو آذى إنسان ما بيعرفه في سيارة في شيء معين، فنقول الله سبحانه وتعالى علمنا أنه أنت بدك تنظر وعلة حدوث هذا الشيء. أول إشي بدك تبقى عارف نقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا أول شغلة بدك تكون متذكرها. أي شيء بحدث معك بغض النظر عن طريق مين، بغض النظر ليش هو سواها، بغض النظر قاصد ولا مش قاصد، بغض النظر بده يعتدي ولا بده شو يعتدي، أول شيء بدك تتذكر إنه هاي الشغلة من فين؟ من الله عز وجل، هذا أول شغلة. تاني شغلة شو بدك تنظر؟ بدك تنظر كيف الله سبحانه وتعالى أمرني إني أتعامل في مثل هذه الحالة، والشرع ما ترك شيء، مش بفور وببدأ إن أنا أخطط وأنفذ اللي أجعل دباغي في مخي، لأنه مباشرة إخواني مباشرة اللي بيأتيك في مثل هذه الأمور الشيطان مباشرة، عشان شو يسوي؟ ينزغ بينك وبين هذا اللي قدامك مباشرة، فتفكيرك في لحظة الاعتداء اللي بيوقع عليك شو ماله؟ يعني عادة بيكون مخلوط بوسواس شيطاني عادة، عشان هيك انت ما تتسرع بالتصرف، تروى واسأل نفسك لو أنا كنت في الموضع الآخر، لو الأمر صار معي مش علي، كيف أنا بدي أتصرف؟ الله سبحانه وتعالى كيف أمرني بهذه الأمور؟ ونتذكر إخوان أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا القصاص، يعني إنسان آذاك متعمدا فأنت من حقك القصاص. مثلا إنسان قام بقطع أصبع من أصابعك، في لك 10 أصابع، فأنت من حقك شرعا أن تطالب، إذا كان ثبت عليه أنه هو متعمد في فعله فمن حقك أنك أنت تقطع أصبعه اللي مثل ما قطع لك أصبعك. هذا إخوان نقول في حال وجود الحاكم الدولة الإسلامية. هلأ إذا أنت ما بدك القصاص تستطيع أن تطالب بالدية. هلأ إذا ما كان في مجال للقصاص شو في عندك؟ في عندك مجال للدية. شو يعني الدية؟ يعني أنت تقبل بحكم الشرع في تعويض مالي معين بإيش؟ بحسب الضرر. والله سبحانه وتعالى كتب وبين لنا سيدنا محمد كيف نقوم بحساب الدية في كل الأحوال. يعني مثلا في حال القتل الخطأ، لا نتكلم عن العمد، في حال القتل الخطأ أو في حال القتل العمد، خلينا نقول في حال قتل العمد ولكن لا يمكن القيام بالقصاص، فلك دية أو دية مغلظة. الدية يعني معروفة أنه هي تقدر بما يقرب من 100 من الإبل، الدية عن القتل الخطأ. هلا إذا كان قتل عمد بقول عنها دية مغلظة، الدية المغلظة فيها أحكام، يعني 100 من الإبل لازم يكون مثلا 40 منهم معشرات حوامل، فقدروا أنه يزاد على المبلغ، مبلغ الدية تقريبا 30% تلت، يعني بتصير دية وتلت، هذه الدية المغلظة إذا كان القتل عمد مش خطأ. فسواء في عندك حالة القتل الخطأ ولا حالة قتل العمد شو في عندك؟ في عندك دية، ما في مجال لقصاص، في عندك دية، هذا حكم الشرع. هلا في الأمور اللي أصغر من القتل كيف بحسبها الشرع؟ بقول لك إنه ننظر إلى العضو المصاب، كم يوجد منه في الجسد؟ كل ما يشبه هذا الأمر فيهم دية. مثلا الأصبع، كم من أصبع فينا في الإيد؟ 10، 10 أصابع شو فيهم؟ دية كاملة.
طب اصبع واحد قديش فيه؟ 10 دية يعني 10%، 10% الاصبع فيه 10%. لو على سبيل المثال شايفين عقلة الاصبع، هذا الثلث اللي هون في عندنا ثلاث عقل، عقلة واحدة، نسأل كم من عقلة في الايد؟ في عندي 30. فقديش بيطلع فيها؟ بيطلع فيها 3.3% من الدية، هاي العقلة الصغيرة، هذه العقلة الصغيرة فيها ثلث جمال وثلث، هاي العقلة الصغيرة. هذا حكم الشرع، هذا حكم الشرع. شوفوا الأنف، نسأل كم من أنف في الجسم؟ فيش إلا واحد. فشو فيه؟ دية كاملة، في دية كاملة. العين شو فيها؟ فيها تنتين، بيطلع قديش؟ نص الدية، نص الدية. اللسان قديش فيه؟ في دية كاملة. فتحسب مثلا الإيد كلها، الذراع كلها من أولها لآخرها قديش فيها؟ فيها نص الدية، زيها زي العين. القدم كلها قديش فيها؟ فيها نص الدية. أصبع القدم قديش فيه؟ في 10 الدية. يعني أنت بتحسب أكم من عضو في جسدك من هذا الشيء، وفيهم كلهم قديش؟ دية كاملة. حتى تحسب اللسان قديش فيه؟ في دية كاملة. يعني إذا واحد قطع لسان آخر قديش فيه له؟ له دية كاملة. إذا كان خطأ هاي دية 100 ناقة تقريبا، إذا كان عمد قديش صاروا؟ صاروا آسف 100، وفي عندك الثلث 133 ناقة في اللسان إذا كان متعمد إنه هو يقطع لك إياه. نعم هذه 100 بالضبط، من 140 حوامل فقط ضروها تقريبا دية وثلث، دية وثلث. عاد شو اسمه؟ هذا حكم الشر. هلا بعد الدية شفنا القصاص، إذا كان في دولة إسلامية بتحكم فيه، يا أما بتاخذ القصاص وانتهى أمرك، يا أما بتتحول للدية، يا أما إذا بدك بعد ما هي تيجيك الدية وتنحط قدامك وتصير عندك، شو بدك؟ إذا بدك تسامح، أنت حر، انت ايش؟ حر في المسامحة، انت حر في المسامحة. ولكن لا يجوز لك انك انت تطالب باكثر من حقك. يعني على سبيل المثال ان قتل لك ولد، شو بدك؟ بدك تقتل 2 او 3 او 4 بدالهم، ما في مجال لهذا الاشي. في عندك حكم شرع، بدك انت شو تسوي؟ بدك انت تمشي على حكم الشرع. ايش تفضل؟ العم في الهدية طبعا، ما شو منقول؟ قلنا القتل العمد او الاذية العمد شو فيها؟ فيها القصاص. اول شو بنقول شو فيها؟ القصاص. هلا اذا انت ما بدكش القصاص، بتقول انا ما بديش القصاص، بتقدر تتحول لايش؟ للدية. الدية ما هي تكلمنا، الدية في القتل قديش في عندك؟ تقريبا 100 جمل. احنا بنحكي على خطأ، ما حكينا حجي. الدية قديش فيها؟ الدية طور روحها. الدية قديش فيها؟ دية القتل على سبيل المثال 100 جمل. هلا إذا كان القتل عام شو بنسميها؟ دية مغلظة. شو بتصير دية مغلظة؟ يعني دية وثلث، دية وثلث. ونفس الإشي في إيش؟ في باقي الأعضاء. هلا ممكن إنك أنت تقيم الأمور بالذهب أو بالفضة أو بالشيكل، يعني هناك حساب دقيق في الشرع. يعني لو بدك بالذهب مكتوب قديش كم جرام بالذهب بالضبط. اذا كانت مغلظه بدك تضربها ضرب 1.33 اذا كانت دية مغلظه في الذهب، سواء في الذهب او الفضه او في الورق. فنقول شرعنا شو سوى؟ حدد لنا كل شيء. هلا قلنا بعد الدية ياتي امر العفو. هلا في العفو في ناس تيجي تطلع بتقول اللي حدث هل هو خطأ ولا عمد؟ هيك بحسبوها. هلا في ناس بتقول والله هذا كان قتل خطأ. ونحن تكلمنا عن أول نقطة، شو قلنا؟ أول إشي علي أن آخذ كإنسان مسلم في خلدي في وجداني إنه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهذا الإنسان قتل خطأ، يعني الفعل أصلا من الله ولكن جاء بالخطأ من مين؟ من إنسان آخر. فنقول في أمر المسامحة شو بكون؟ بتكون المسامحة في شأن هذا الشخص شو مالها؟ أفضل. وعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. دائما إذا أنت أخذت آيات القصاص أو
رد الاعتداء شو بتلاقي؟ بتلاقي بعديها انه الصفح والعفو شماله افضل، العفو والصفح افضل في حق مين؟ في حق من قام بهذا الشيء خطأ. هلا قالوا ايضا طيب انسان قام بفعل، شو ايش فعل؟ قام بفعل متعمد، تعمد يعني هو قاصد انه مثلا يقوم بكسر اجر فلان، قاصد انه يقطع لسانه، قاصد انه يفقع عينه، هل اقوم بمسامحته؟ اخواني هون قالوا انه عدم المسامحة شمالها افضل، عدم المسامحة افضل. ليه؟ لانه بهذا الاشي انت بتحط حد امام مين؟ اخرين، انت بتمنع اخرين لارتكاب مثل هذا العمل. فيكون اذا انت بدك على سبيل المثال بتقول انا بدي احتسب هذا الامر لله، فيكون اخذ الدية افضل وانفاقها على مين؟ على الفقراء والمساكين او على اعمال الخير. بدكش انت مصاري انفقهم، بس اخذ الدية في هاي الحالة شو ماله افضل، حتى انك تردع هذا اللي قام بهذا العمل، وتكون ايضا رد على مين؟ لاخرين، لا نعلمهم انه ما يستهون الامور. يعني لما واحد يشوف على سبيل المثال انه في حالة قتل، انه اهل القاتل، اهل القاتل جمعوا كل مصرياتهم، ويمكن باعوا بيوتهم او محلاتهم او اشياء عندهم، وجمعوا المصاري وحطوهم قدام اهل المقتول، شو بصير؟ بصير يفكر 100 مرة قبل ما ايش؟ قبل ما يحط حاله بموقع انه هو يتدي على اخرين. ليه؟ لانه شاف من تجربة تاني. بس في حين لو قالوا احنا مسامحينكم واحملوا مصرياتكم، شو بصير غيره؟ بقول مش مشكلة، لو صار في مشكلة بيني وبين واحد بضرب بكسر بسوي، وبعدين شو بتسوي؟ بتروح بفنجان قهوة. لما كل اخواني هذا خطأ. وهون اخواني يعني النصيحة للي بيسووا اللي بيشتغلوا بالأحكام العشائرية، اللي مسميهم الشيوخ اللي بيشتغلوا بالأحكام أو رجال الإصلاح، إنه أنت دائما ما تدور إنك أنت تحل المشكلة بس بين الناس وتخلص بناتهم، لا، دور إنك أنت ترسي حكم الله عز وجل في الموضوع، إنك تفعل الإشي اللي الله سبحانه وتعالى بيرضاه، وإنك تكون أساس وتأسس لإيش؟ لشيء مستقبلي عند الآخرين حتى يتعلموا منه. لأنه كتير ناس إخواني يعني من المتفوق، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة كلام، بيجي ويخلط الأمور قدام أهل المأذي أو المقتول، ويبدأ يحكي معه من شان الله ومن شان الرسول، وإنت كذا وإنت كذا وإنت كذا، حتى أنه شو يسويه؟ يخجله ويسامحه. ونتذكر إخواني إنه الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا إنه ما أخذ حياءً فقد أخذ حرم، ما أخذ حياءً فقد أخذ حرم. يعني ضع مخافة الله عز وجل بين عينيك عندما تقوم بإيش؟ بسلب هذا الإنسان حقه الشرعي اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه في الدية اللي مكتوبة إله في الشرع حتى تكون بين إيديه. وهذا الشخص هو حر إذا بده يسامح أو بده ياخذ هذه الدية. في ناس إخواني يعني بيكون المقتول رجل في عنده أطفال، وهدول الأطفال بعد ما يقتل شو يصبحوا؟ يتامى، يتامى أيتام، وإمهم شو بتصير؟ أرملة، وما في عندهم صغار، ما في عندهم قدرة إنهم يستمروا بالحياة إلا من إيش؟ إلا من مصاري هاي الدية. يعني الدية مصرياتها راح تكون سبب إنهم هدول يقدروا يوقفوا على إجريهم في هاي الدنيا. فانت لما تقلب الامور وتخربطها، لان الشخص الثاني ضعيف ولا يستطيع ان يدافع عن نفسه، وما بيعرف الحقوق وما بيعرف الشرع، وبتضيع عليه الدية او جزء منها، فانت مسؤول امام الله عز وجل، سيسألك الله عز وجل في هذا الامر. فاخوان نقول انه الدين المعاملة معناها صحيح، ولا بد ان نتعامل بعضنا مع بعض بناء على ما كتب الشرع. وهنا اخوان نقطة مهمة جدا، انه احيانا انسان يؤذي انسان اخر متعمدا، بيؤذيه متعمدا، وتأتي رجال الاصلاح والعشائر وتصلح ما بين الطرفين، وتفرض على هذا الانسان مبلغ مالي معين
لقاء أو بمقدار هذه الأذية، سواء بالاصطلاح أو سواء حسب الشرع، ويصبح هذا المال عند الطرف الثاني وتنفض الأمور. ولكن الطرف الأولاني اللي دفع المال شو بتمه جواته؟ حابر وبغلي، وشو بده؟ بده يعود يستد هذا المال اللي دفعه من فين؟ من الطرف الثاني. ونقول إخواني هذا لا يجوز. أنت غلطت وخطأك في عليه عقاب رباني، وهذه الدية اللي أنت دفعتها بمثابة مسح مغفرة لإيش؟ لذنبك أمام الله عز وجل. فأن تقوم باستردادها بأي صورة من الصور التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، لم يسامح فيها فلان المأذي وهو يعلم حقه ويعلم ما جاءه وثم سامح، إذا استرجعتها بأي طريقة غير شرعية يبقى إثمك فين؟ أمام الله عز وجل، وستحاسب عليه. وسيبقى هذا الشيء اللي أنت أخذته، أو هذا الجزء من الدية أو الدية اللي أخذتها، ستبقى عليك دين. ونتذكر إخواني أن الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام علمونا أنه الدين صعب جدا. الدين شو ماله؟ كتير صعب. يعني نتذكر بعض أحاديث الدين التي تكلم فيها عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: أولا، المؤمن مضغوط في قبره حتى يقضى عنه الدين، أو مغلول في قبره. المؤمن مغلول في قبره حتى يقضى عنه الدين، يعني اللي عليه دين بأي صورة من الصور، عندما يكون في قبره وتأتي الضغطة وتختلف أضلاعه فتصبح يمينه يسار ويساره يمين، شو بتمه؟ مغلول، يعني مربوط. تربط الملائكة بحيث تبقى أضلاعه مختلفة. ليش؟ لأنه في عليه دين حتى يقضى عنه الدين. يعني يجي واحد من أولاده، من أحبابه، من أهله، ويقول أنا فلان من أهلي ظلم وفي عليه كذا وكذا، وأنا أريد أن أتبرأ من ظلمه وأنا أدفع ما عليه. فإن دفع ما عليه شو بتسوي الملائكة؟ بتفكه في قبره، فيبقى مغلول في قبره طالما عليه دين. ويقول أيضا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه الدين. تكلمنا في درس سابق عن عظيم الهناء الموجود للمسلم المرابط في قبره، وتكلمنا انه قبره سيكون روضة من رياض الجنة، وانه عندما يموت الملائكة تزف بجنازة ملائكية مهيبة في السماء حتى يصل الى عليين. ولكن هذا الانسان لو كان مرابط، ولو كان في عنده صدقة جارية، ولو كان في عنده حسنات الى اول ما الى اخر، بس بنفس الوقت في عليه دين، رفض وهو قادر أن يؤدي في الدنيا ومات عليه دين، شو بكون؟ نفس المؤمن معلقة، يعني بعد ما تزف الملائكة باتجاه السماء وتصل إلى عنان السماء وتستفتح، يعني تطرق أبواب السماء حتى تنفذ إلى عليين، ملائكة السماء شو بتقول لهم؟ عليه دين، فليبقى معلق. نعم، بس ما كان يمنع الصلاة عليه، ما كان يمنع الصلاة. نعم، يعني تعليما إلنا إنه هو ما كان يصلي. نعم، 100%. يعني كان يقول ما هذا علي دين، من يتكفل بدينه؟ فإن تكفل أحدهم صلى عليه، إن لم يتكفل ترك المسلمين يصلوا عليه وهو لم يصلي. نعم، الله يجزيك الخير. الله خير. طب لو كان الدين لواحد يهودي وانت مسلم نفس طيب بس نكمل الحديث الثالث. قلنا هذا الحديث الثاني شو بقول؟ انه نفس المسلم معلقة بدينه حتى يقضى عنه الدين. الحديث الثالث شو بقول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، بقول: لو ان احدكم قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله وعليه دين، ما دخل الجنة. يعني شو بتمه؟ بتمه على باب الجنة، بيستنى مين؟ غريمه اللي عليه دين حتى يأتي
ويقف للقصاص ويحاسب التنين، فينظر هذا المدين ما على الدائن من دين ويرضيه بإيش؟ بحسناته، قديش تأخذ من حسناتي عشان تسامحني، فيطلب منه كذا وكذا. ولربما بعض الأشخاص يعني يصرفوا من حسناتهم على أهل الدين بحيث تفنى حسناتهم، وبعدين يبقى دائنين لسه، ويبدأ هذا الدائن فيش عنده حسنات شو يسوي؟ يكيل عليه من سيئاته، يعني يعطيه سيئات بدل إيش الدين اللي كان عليه، فيصبح في ميزانه سيئات ما في عنده حسنات، فيعذب بهذه السيئات فين؟ في نار جهنم حتى يتطهر منها، بعد ذلك يدخل الجنة. فالدين شو ماله؟ عظيم. أنا بسأل الأخ يعني إذا كان الدين لإنسان غير مسلم هل عليه القضاء؟ فنقول نعم، ما في له علاقة، اللي له عليك دين مسلم ولا مش مسلم، المهم أنت مسلم لله عز وجل، وأنت مفروض عليك أنك تسوي أنك تسد الدين. ويقال والله أعلم أن المسلم قد يسامح يوم القيامة، يعني لما تقف إلى القصاص المسلم شو بيقول لك؟ أنا مسامحك، فيعطيه سبحانه وتعالى أفضل من المسامحة. ولكن اليهودي ولا النصراني ولا الكافر يقال أنه لا يسامح، لا يقبل بإيش؟ بالمسامحة بتاتا، بيقبل في المسامحة يوم القيامة. عشان هيك أولى نحن نسد الدين بغض النظر لمين. وأيضا إخواني بعض الناس تسأل في هذه المسألة، بيقول طب لو أنا على سبيل المثال ما معي مصاري أني أنا أسد، علي دين، بعرف أنه في علي دين، بعرف علي دين بس ما في معاي ان انا اسد الدين، شو اعمل؟ نقول تنوي السداد. ليه؟ لانه في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من استدان ينوي السداد، يعني هو ناوي السداد بحق. ليش بقول بحق؟ لانه في واحد بقول لك هات لك 1000 شيكل او 1000 دينار وبسدك اياهم على القبضة، وبتيجي القبضة وبصير المصاري بين ايديه، شو بقول؟ بقول بعدين. هلا هذا شو ماله؟ هذا ما بيوقف تحت هذا الحديث. ينوي السداد يعني فعلا وعدك شو بده؟ بده يوفي. هلا اذا استدان ينوي السداد وما قدر، ما اجت القبضة او لاي سبب، يعني اجى امر طارئ قوي، مش انه بيقدرش منعه انه هو يسدك، ولكنه ينوي. هلا اذا انت موت شو بيسوي سبحانه وتعالى؟ يسد عنك الله سبحانه وتعالى، يسد عنك، لا عليك ضغطة قبر، ولا تقف نفسك في الطريق أمام السماء، ولا تحرم من الجنة. هذا فعشان هيك إخواني النية في السداد مهمة. أما النية في عدم السداد، في ناس بقول لك ناولني 100 دينار وشو بقول؟ بدي أورطهم عليه، بدي أكلهم عليه، ما بدي أسده، خلينا نشوف شو بده يسوي. وكل ما يطالبني، ما هو هذا الإنسان طيب، بقول له معيش وبيقبل مني الحكي، ما هو خلاص أنا يعني راح يصدقني، هو إنسان طيب مش مشكلة، بضحك عليه. فمن استدان لا ينوي السداد لقي الله سارقا، فهذه تعد جمالها مثل السرقة تماما بحكم السارق، تقف بين يدي الله يوم القيامة شمالها كالسارق. فإياكم أنه أنتم تعتقدوا أنه واحد عامل حاله بفكر حاله أنا شاطر فهلوي، بقدر اخذ من فلان واضحك عليه من غير ما ارجع له، وكل ما طلب مني باجله، لا، هذه ما بتمشي. لو تمشي في الدنيا ما بتمشي عند الله سبحانه وتعالى. فنكد اخوان نقول الديون عظيمه، والاصل فينا في المعامله مع اخوتنا انه احنا نسد الديون، حتى لو كان ثمن ايش؟ ثمن اخطاء احنا ارتكبناها، وان نتبرأ من اخطائنا، لانه الشيء اللي ما بتبرأ منه في الدنيا شو بدي اسوي؟ بدي ألقيه في الاخر. ومن اهون عذاب الدنيا سواء في المال او في القصاص ولا عذاب الاخره؟ طبعا في الدنيا، يعني نعلم انه اقل عذاب في الاخره يقال جمره، ويقال في بعض الاحاديث ماء في رحراح، يعني ماء في واعه يؤتى به فيضع المعذب قدمه فيها أو عليها الجمرة، فإذا بدماغه تغلي منها، هذا أقل عذاب. ويقال
انه يوم القيامه في احد مشاهد يوم القيامه انه الله سبحانه وتعالى يامر باثنين، يعني جيبوا له اثنين، بقول للملائكه جيبوا له اثنين، الاول اهنى اهل الارض من ملة الكفر، يعني اكثر واحد كافر في هذه الدنيا تمتع وتهنى فيها، والثاني ابأس اهل الارض من ملة الايمان، يعني او اشقى اهل الارض من ملة الايمان، اكثر واحد تعذب في هذه الدنيا ولكنه مؤمن، فيؤتى بالاثنين امام الله عز وجل. فيقول سبحانه وتعالى عن الكافر اللي كان اهنى اهل الارض، بقول للملائكة خذوه واغمسوه في النار غمسة واعدوا. شو يعني غمسة؟ الغمسة انك انت ما بتوقف ايدك تتحرك، بدخل بدخلوه النار وبرجعوه منها غمسة، بغمسوه غمسة، فيأخذوه ويغمسوه في نار جهنم ويعيدوه لله عز وجل. فيسأله سبحانه وتعالى لهذا الانسان، يا فلان هل ذقت في الدنيا هناء قط؟ فيقول لا والله يا الله لم اذق في الدنيا هناء قط، يعني كل الهنا اللي تناه في الدنيا شو صار فيه؟ طار، نسي، بطل موجود، مش متذكر منه ولا شيء. مع ايش؟ مع اول غمسه في نار جهنم. ويامر بالثاني اللي هو اشقى اهل الارض، لا كان يشوف ولا كان يسمع ولا كان يتحرك ولا كان يعرف ياكل، وكانت الناس تتحرك يتحركوا من جهه لجهه، يعني كل حياته شقاء من اولها لاخرها. فيقول سبحانه وتعالى خذوه واغمسوه غمسة واحدة في الجنة واعدوه، يعني لسه من باب الجنة بيغمسوه في الجنة وبيطلعوه ويعاد لله عز وجل. فيسأله سبحانه وتعالى يا فلان هل ذقت في الدنيا شقاء قط؟ فيقول لا والله يا الله لم أذق في الدنيا شقاء قط. ينسى مع أول غمس في الجنة شو بنسى؟ كل شقاء تعذبوا في هذه الدنيا. عشان بنقول إخواني هذه الدنيا لا تسوى مع الآخرة، تبرؤوا من هذه الدنيا قبل أن تصلوا لله عز وجل. نكتفي بهذا المقدار إخواني حتى نصلي الشروق بإذن الله، وندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعالي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا التأويل، اللهم علمنا التفسير، اللهم فقهنا في الدين، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر. اللهم واجعل لنا لسانا ذاكرا ونورا ساطعا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه، والشفاء من كل داء والنصر على الأعداء. اللهم رحماك بالعباد، اللهم رحماك بالبلاد، اللهم رحماك بالشيوخ الركع، اللهم رحماك بالأطفال الرضع، اللهم رحماك بالبهائم الرضع. اللهم كن لإخوتنا المستضعفين في غزة عونا ونصيرا وسندا وظهيرا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم ظمأ فاسقهم، اللهم إنهم مشردون فآوهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم مستضعفون فقوهم، اللهم إنهم مغلوبون فانصرهم. اللهم انصر أقصانا وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين في كل مكان، فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم نشف الدم في عروقهم، اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم وحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر يا مولانا منهم أحدا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يجزيكم أحسن الله لكم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم.